معلومة رمضانية: فرض الصيام على الأمم السابقة، فقد كان معروفا عند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصيامهم لم يكن في رمضان، لأن وجوب الصوم لم يكن يشرع من قبل، إذ تختص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفرض صيام رمضان بالذات.